لكن سأتكلم عن فرنسا. الموقف الفرنسي متميز إذا ما قارناه مثلا حتى ببريطانيا أو بموقف دول أو بموقف أيضا الألماني المتميز، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا بشكل واضح وصريح إلى وقف إطلاق النار، ودعا إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وحتى قال أن أعداد المدنيين الأبرياء الذين يموتون في لبنان عدد كبير جدا. بالتالي هذا الموقف الفرنسي الذي يحاول في نفس الوقت طبعا التمسك بأمن إسرائيل كما يقول من جهة، ومن جهة ثانية التحاور مع السلطات اللبنانية، لا بل حتى أيضا التحاور وفتح قنوات مع حزب الله، هو موقف بالنهاية يعني يحاول اللعب على هذه التوازنات. ولكن حاليا في الوقت الحالي فرنسا فعليا عاجزة، لأنه لا مكان للدبلوماسية. نحن نرى جيدا التصعيد يكبر أو التصعيد يعني يسود أكثر يوما بعد يوم. فرنسا تقوم بكل هذه الجهود، ولهذا السبب سيرسل مرة أخرى وزير خارجيته إلى المنطقة، ولكن أنا أشك فعليا في أن تكون هذه الزيارة أو أن تؤدي فعليا إلى نتيجة تفضي إلى نوع من الحل. ربما هو تمهيد لمرحلة لاحقة قد تستمر أو قد تطول لأشهر عديدة لاستئناف نوع من المفاوضات، لكن في الوقت الحالي مسألة المفاوضات لم تخمر بعد. الإسرائيل تريد الحسم العسكري، حزب الله يصر ويقول إنه قادر على المقاومة،